تهاني محمد جادو، والده طالب في مدرسه المشير احمد اسماعيل التجريبيه. ابني ثانويه عامه 19 سنه، هو اختفى قبل امتحان الانجليش، امتحاننا امتحان العربي والاحصاء والاقتصاد. جينا قبلها بيوم امتحان الانجليش، جه خرج يشتري شويه حاجات ويجيب شويه طلبات، ولحد دلوقتي لسه مختفي. فانا مش عارفه هل هو يعني في مشكله قابلته، في لا قدر الله حاجه حصلت له، قابل اي حد من صحابه، انا ما اعرفش سبب تغيبه. وبعدين معنى ان هو ما يحضرش امتحان يكون عندنا الصبح وامتحان انجليش، يبقى في حاجه كبيره جدا، لان احنا ناس ملتزمه. وليه اربع اخوات في تجريبي برضه، واحد في علوم تاني علوم، وواحد اولى ثانوي معايا برضه في نفس المدرسه، واحد في اعدادي في مدرسه الشهيد اللي هي تبع مدرسه المشير. فطبعا يعني احنا حاجه جديده علينا وحاجه غريبه ان احنا مثلا نقول ده خرج، ده مش عايز يحضر، ده مش دي حاجه جديده وانا مش مستوعباها. فانا حاسه كاحساس ام ان في حاجه حصلت له. ايه بقى هي الحاجه دي؟ العلم عند ربنا، يعني العلم علم ربنا. فانا طبعا قلقانه، سالنا الجيران، سالنا الاصحاب، سالنا الاصدقاء، للاسف ما يعني ما شافوهوش. فانا مش عارفه اعمل ايه دلوقتي، انا مش عارفه هل انا دلوقتي يعني دورت مثلا في المستشفيات، دورت هنا، والله انا ما عمري. وبعدين هو مش هددني مثلا قبل كده، ولا قال لي ده انا هددني، وقال لي ده انا هخرج، ده انا هسيب لك البيت، ده انا احنا ناس ملتزمه وناس كويسه وناس يعني الحمد لله ما حدش على الاقل بيشتكي مننا. معظم مدرسينا ما شاء الله كلهم كويسين وكلهم بيشكروا في اولادنا، لان احنا ورا بعض الولاد، والولاد كلهم في نفس المدارس. فانا مش عارفه في مشكله، في واحد صاحبه حد ضايقه وحد كلمه وحد عمل له ايه؟ والله انا لحد انا هتجنن. واصدقائه كلهم في الزهراء وفي مدرسه المشير هم هيتجننوا يقولوا في ايه؟ في حاجه. وبعدين صابحين امتحان ننتظره بالليل ما يجيش، ننتظره ما يجيش. هل هو خوف؟ لا طبعا، هو عمرها ما حصلت، ده امتحان انجليزي ومتعودين عليه، ومدارسنا متعوده على الامتحانات دي، مش اول سنه. احنا شوفي بقى لنا حضرتك بقى لنا كام سنه بنمتحن او ليفل، يعني بنمتحن مستوى كمان، يعني مش الانجليزي العادي. فهل هو ده سبب الانجليزي اللي يخليه يختفي؟ انا ما اعتقدش. وبعدين ده هو ما شافش الامتحان اذا كان سهل ولا صعب عشان يختفي. فسبب تغيبه ده بصراحه يعني شيء غامض، انا مش عارفه، في لغز في الموضوع. ايه هو بقى اللغز؟ انا مش عارفاه. انا هقول الحاجه اللي انا مش مقتنعه بيها، هو حتى لو سر اختفائه ان هو خايف مثلا او عدى عليه الامتحان، هقول له يا عمر ما فيش مشكله، احنا يعني احنا الحمد لله وعارفين قدراتنا وعارفين مستوانا. فلو هي حاجه دروب عدى ولا حاجه حصلت، ده لو هو يعني خرج او عدى عليه الامتحان او قلقان يرجع لي او خايف او كده، ما فيش اي خوف، مش مهم، خلاص ماده وخلاص وملحوقه ان شاء الله، وربنا يكرمنا فيها كل خير. اما بالنسبه لو في حد اذاه، لو حد هيسمعني او لو حد هيشوفني يقدر يفيدني من اصحابه او اصدقائه، او شاف عمر في نفس اليوم، هو 11/6 يوم الثلاث، لو هو في حد من صحابه شاف ويقدر يفيدني، يقدر يديني اي معلومه توصلني ان انا اعرف فين هو، فتبقى جزاه الله كل خير، لان طبعا انا مش عارفه. ويا ريت الفيديو ده يشير لاكبر عدد ممكن، حتى تفيدوني ابني راح فين. بس يعني هو ده اللي انا احب اقوله، اي حد عنده اي كومنت، اي معلومه، اي يا ريت يبعتها عشان انا توصلني ان انا اقدر خيط صغير او خيط بسيط ان انا اوصلني اعرف فين الولد. لان انا ما تتصوريش انا عشان انا اتكلم الكلمتين دول مع حضرتك انا واقفه عامله ازاي. يا عمر تعالى كلنا هنموت عليك يا عمر، يا عمر لو انت تقدر ان انت تيجي وتسمعنا صوتك ونشوفك اصل وصوره يا عمر يا حبيبي. انا عمتك ام هاني، انا عمتك يا حبيبي، كلنا دايخين عليك، كلنا دايخين عليك. ارجو 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 ارجوك يا عمر ما تخافش من اي حاجه. الامتحان لو السنه كلها راحت في داهيه يا عمر، السنه كلها فداك، انت هتعوضها يا حبيبي لما تيجي بالسلامه يا حبيب قلبي. تعالى نطمن عليك ونبص عليك ونشوفك وتشوفنا. لو انت في محنه يا حبيبي خلي اي حد من صحابك يكلمنا يا حبيبي، يكلم ماما، يكلم بابا، يكلم اخواتك. يا حبيب قلبي انت ما تقلقش من اي حاجه يا حبيبي، انت ما تقلقش من اي حاجه، انت اكنك غبت اليومين دولت، الحمد لله والشكر لله، بس تيجي تبن لي رقنا يا حبيبي يا غالي، يا عمر، يا مصطفى، يا فؤاد، وسلام.